انا ماشي انتيا واخا ما بغيتي تزوجي بنزار خويا غتزوجي به، واخا ما بغيتي تطلقي به غتطلقي به، فهمتوني ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. انا دابا تخاينوا معايا الاخوان، تعيط لي اخويا تيقول لي مروان انا راه في كازا، واش فهمتي؟ عيط لي في الخوادري ديالي قال لي مروان انا راه في كازا، اضطر انا باقي ناعس قسما بالله، باقي ناعس اضطريت نصيفط لي الدراري صحابي ولا الدربنه اللي في حي محمدي، اضطريت نديهم لي نصيفطهم لي، شدوا الدراري ولا الدربنه في كازا قالوا لي نوصلوك لاكادير، الدراري بغاو يهزوا طوموبيلات ويجيبوش لعندي هنا لاكادير، فهمتيني الدراري؟ هو كيقول لهم انا ندير مع هشام الملولي. واش هو هرب من الدار ولا شنو؟ ما عرفتش واش هرب ولا هي، ما ممكنش صاحبي، راه ممكنش شي مشكل يهرب من دار العرس صاحبي، واش فهمتيني؟ راه بزاف راه كثرت عليها صاحبي. هاي دابا خارجه في فيديو شو تقول لهم انا غنطلق، يعني كلشي تفضح فاهم. دابي خويا تقدابي الغراض واللي عطاه الله عطاه، فهمتي؟ خويا تقدابي الغراض دابا واللي عطاه الله عطاه. علاش تقدابي الغراض؟ تقدابي الغراض يعني دارت بي البروجيات ديالها، دارت بي شحال من لعيبه، وخرجت كتقول لهم بلي انا تنقول عليها راك ولدتي بنت الدن. انا ديك الطفله البريئه كاع ما جبتها كاع اصلا، خرجت في فيديو الاخر ديالها، انا خارج كندافع على امي، وراه الحبس وما بقاش في هادشي اللي غنقول لك اخويا. دابا اخي الصحافي كتقول لي ما تدويش مع خوتك، ما تدويش مع امك، ما تدويش مع باك، ما تدويش مع عائلتك، والناس مضروبين بالمؤبد في وسط الحبس، مضروبين بمؤبد وكيعطيوهم التليفون يدويو مع والديهم. واش حيدت لي كلشي؟ وكلشي كتقول لي ما تدويش مع عائلتك، صومو مع عائلتك، صومو، فهمتيني ولا لا؟ عائلتك صومو.